وش اللي خلاك تتكلم عن هذا المرض اللي أصلا قليل من الناس اللي يتكلموا عنه أصلا؟ والله السؤال جميل جدا حقيقة. هذا طبعا الموضوع كان هاجس من زمان عندي في مهنتي في مهنة التمريض، بما أني أنا متخصص في برنامج نقص المناعة المكتسب. وجدت يعني الحالات عندنا في دول العربية والإسلامية، وعندنا في دول الخليج، وعندنا في سلطنة عمان للأسف الشديد في تزايد، لأن ما عندهم وعي حول ذي الموضوع. وموضوع يعني تعرف أنت بعض الأحيان هذا يعني صعب أنك تتكلم عنه مثل ما يقيل. أيوة. وكذلك إن انصدمت بعض الأحيان بشباب يعني ما عندهم وعي، رغمهم يعني ما شاء الله طلبة في الجامعات وما عندهم يعني فكرة عن مرض نقص المناعة المكتسب. وعندما سألتهم يعني كنت بحكي لك يا يوسف عن قصة يعني حصلت عندي، هذا اللي دفعني على أن الشباب يجب أن يكون عندهم هذه المعلومات وأن يأخذوا هذه المعلومات عن مرض نقص المناعة المكتسب. كنت يوم الأيام أعمل رياضة في مسقط، وإلا وجدت شباب حقيقة فوق يمكن أعتقد 5 أنفار أو 6 أنفار، فشفتهم شباب متطوعين، وأنا يعجبني الشباب المتحمس اللي عنده حماس، فاستوقفت المنظر عندهم. هم متطوعين في موضوع ما أذكر حقيقة إيش، ولكن استوقفني المنظر شباب وعندهم حماس وكذا، وجلست معاهم أتحاور. فسألوني وين تشتغل؟ قلت لهم أنا ممرض متخصص في موضوع نقص المناعة المكتسب الإيدز. قالوا لي يعني معقولة أنت يعني عندنا هنا في عمان في شيء اسمه إيدز؟ هالكلام يعني زمان، أكون صريح معك يعني قبل 2017 2000 ويمكن ما أذكر بالضبط، لكن قبل 2017. قلت له موجود الإيدز، موجود في كل العالم، ما في عمان، في كل العالم، ويختلف بين الإحصائيات بين دولة ودولة. أقول لهم قال غريب، احنا ما عندنا، يقول اخذنا يعني كذي حاجات يعني بسيطه في 12 او في 11، سين وجواب بس فقط، سريع مثل ما يعني مثل ما تفضلت يوسف، يعني سريع. قلت لا، هذا مرض ينتقل بكذا وكذا، يعني تم اتكلم معاهم، يعني عملت لهم رغم انهم عدد بسيط هم، عملت لهم نوع من المحاضره السريعه. وين انتوا تدرسوا وتشتغلوا؟ اين؟ قالوا احنا طلبه في الخارج ندرس في دوله ما في داعي ذكرها، يدرسوا حد سنة رابعة جامعة، حد سنة ثالثة، حد سنة يعني في مختلف السنوات. هذا رابعة جامعي ما عنده معلومة عن مرض نقص المناعة، هذا يعتبر قصور مننا نحن. صحيح. حقيقة أكون صريح معك أن التوعية يعني ما أقولك لا، وزارة الصحة قائمة بدورها، لكن ما بديك الدرجة اللي نحن نريده. يعني نريد يعني اليوم كل إنسان أو كل مواطن عنده معلومة عن مرض نقص المناعة المكتسب. المهم بعد ما انهيت حديثي معهم، والا ياتيني اتصال من واحد من هذا الشباب، عمي كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفني؟ قلت لا والله ما اعرفك، انا طبعا متعود على اتصالات الشباب يتستفسروا عن هذا الموضوع. قال الحمد لله حصلت المكان الفلاني وعملت لهم محاضره في اليوم الفلاني. قلت نعم. قال نحن حقيقه ندرس في الدول الفلاني، وهناك تعرف الامور شوي اكثر انفتاحه، وسبحان الله الاصدقاء السود. هذه المشكله يوسف، هنا العله، هنا مربط الفرس. صديقي هو اللي ورطني، هو اللي ما أدري إيش، هذه المشكلة. فهني أنا راجعت نفسي، عطيت المعلومة وكلمته وقلت له وطمنته. هني راجعت نفسي، إيش دور سالم في المجتمع؟ سالم اللي الحين فيها وظيفته إيش دوره؟ ما لي دور أنا، ماشي تأثير ماشي محاضرات. يوسف لو رجعت لك شوية، رجعت ما متى بعد ما انطلقت أنا 2017 في شهر يناير بديت يعني أعمل محاضرات. لو أنت سألتني سؤال قلت لي ما مدى رضا المجتمع، هل المجتمع تقبل كلامك؟ أقول لك صراحة بداية 2017 في شهر يناير إلى آخر شهر يناير الناس ما متقبليني، ما متقبلين كشخصية، لأني ما متوقعين أن عندنا حين شيء اسمه إيدز أو مرض نقص المناعة المكتسب. نحن دولة محافظة، فهمنا المجتمع وقلنا لهم يا جماعة هذا المرض موجود في كل مكان، موجود في كل مكان، فيجب الإنسان يتوعى بهذه المواضيع. يعني أقول لك حقيقة واجهت ما واجهته، حتى أني أطلقت بعض القصص الحقيقية التي عايشتها. طبعا إحنا عايشنا قصص غريبة وعجيبة من هؤلاء الشباب، فأتت بثمار القصص هذا مال دقيقتين ثلاث، أتت بثمار
اللي يتصل فيك من الجامعات من الكليات، انت سالم قروص؟ قلت نعم انا سالم قروص. قال الحين نريدك الجامعه الفلانيه، المسجد الفلاني. طيب جميل. كان اول ما يريدوني اول حضور لمحاضره تعرف كم؟ 7 انفار. تعرف كل ما كان حضور ضعيف حتى الكلام ما يطلع. يعني بعد ذلك وصلت الحضور عندي يعني بالالاف. اذكر يعني في بعد صلاه الجمعه في مساجد يعني في شهر رمضان، يعني تعرف ما شاء الله في مجامع وجوامع فيه 6000 حضور في صلاه الجمعه، بعد صلاه الجمعه بعد في شهر رمضان حقيقه الناس تجلس حق تاخذ يعني اجر وتجلس حق المحاضرات دروس قران شيء. فاقول لك وصل عدد كبير. هذا العدد نحن يطلع منه شباب ما فاهم ما عارف عن نقص المناعه المكتسب. لا تغرك الشهاده، لا يغرك الجامعي، لا يغرك الاستاذ، مع احترام الشديد للاخوان كلهم يعني اعذروني ذا الكلام، لكن ما عندي المعلومه عن هذا الموضوع، ما عندي وعي. بدت الانطلاقه الحمد لله، يعني اتت بثمار. شباب يعني ما شاء الله استجابوا، المجتمع استجاب، المجتمع تقبل سامي الخروصه بخيره وشره وشره. فكانت انطلاقة يعني حقيقة ضعيفة ثم تقوت، وهذا نحن اليوم في هذا المكان الطيب وأمام هذه الوجوه الطيبة وأمام هذا المتابعين، نحن نرسل رسالة توعية صحية عن مرض نقص المناعة المكتسب، اللي الناس يعني حقيقة قليلة جدا تفهم هذه المواضيع.